500 مليون ريال سعودي. أعود مرة أخرى إلى ضيفي من الرياض السيد يوسف قسنطيني مدير إدارة البحوث والمشورة في الإنما للاستثمار. سيد يوسف، لماذا التركيز تحديدا على قطاع الاتصالات في هذه الفترة؟ طبعا شفنا احنا ارباح الاتصالات السعوديه طلعت جيده، نمو 60% الربع الاول من العام الحالي مقارنه مع الربع الاول من العام الماضي. هذا يعني عطى شويه تفاؤل هالقطاع، بس كمان في مضاربات بهالقطاع عم تحصل على بعض الاسهم، فبالتالي بنشوف احجام عاليه جدا عم تتداول الان. القيم المتداوله بقطاع الاتصالات تقريبا حوالي 27.8% من اجمالي المؤشر. اذا بتاخذ المعدل تبع العام الماضي كله كان 5%، فاحنا عم نتداول تقريبا حوالي 5-6 مرات تقريبا المعدل تبع اجمالي التداول والأحجام تبعت العام الماضي. كمان القيم حوالي 28.1%، معدل العام الماضي كان 8.1%، يعني عم نداول تقريبا على 3.5% عن إجمالي الأحجام المتابعة العام الماضي. القطاع هيدا عم بيكون في مضاربات أخيرا مؤخرا، عشان هيك عم بتحرك كتير الأحجام اللي عم تتداول. يعني عم بتكون معظمها مضاربية، سيولة عم تتداول، في سيولة استثمارية وسيولة مضاربية، فمعظم السيولة هي سيولة مضاربة اللي عم نشوفها بالقطاع هيدا. بنشوف على ذين وعزيب أكثر شيء في أحجام عالية الآن طبعا الاتصالات السعودية. طيب هل عمليات المضاربة هذه سترفع مدى الحساسية بالنسبة للتذبذب على القطاع في خلال الفترة المستقبلية، ولا القطاع من خلال فنيا شايفين في اتجاه ارتفاعي بغض النظر؟ إذا أخذنا الفارق الأعلى والأدنى على قطاع الاتصالات فالآن هو 1.8%، ما هو الأكثر تذبذب كنطاع؟ نطلع على قطاع التشييد والبناء هو 1.9 تقريبا، وهذا هو يعني اللي أعلى منه بشوي، بس بقية القطاعات أقل. فإحنا بنشوف يعني واضح جدا أنه في تفاوت بالسعر بين الطلب والعرض. ثاني أكثر قطاع هو قطاع الاتصالات عم بيكون بالسوق، وهذا واضح جدا أنه عم بيكون هو القطاع المفضل للمضاربة. جميل. طيب دائما عندما نتحدث عن وضع السوق في الفترة المستقبلية، أين القطاعات التي ما زالت ترى فيها فرص في الفترة المقبلة في تداولات السوق؟ واضح بعتقد انه قطاع البتروكيميكال لسه ما اخذ حقه بالطلوع. بعتقد انا قطاع البتروكيميكال بيعتمد كثير على اسعار البتروكيماويات والنفط بشكل عالي كثير، واذا طلعنا على اخر 3 سنوات بنشوف اسعار النفط بشهر مايو هي بتكون الاعلى، وفي احتمال يكون في سانكشنز او قيود على ايران يعني بشهر 7 من العام الحالي، هذا كمان ترفع اسعار النفط. فكثير من الخبراء الدوليين عم بيقولوا انه اسعار النفط احتمال نشوف اسعار اعلى فيها، وهذا حيشد قطاع البتروكيميكال ما في شك. احنا بنذكر لما اسعار النفط كانت تقريبا تقارب ال 147 147، بنشوف سابق بهذيك الوقت كانت بحوالي الاسعار هيدي، ولما نزل اسعار النفط على 33 كمان بنشوف سابق نزلت على مستويات 30. الان مستويات النفط 104 تقريبا، وسابق تقريبا اقل شوي من هالمستوى. فبالتالي يعني لنشوف حتى نتوقع قطاع البتروكيميكال وين ممكن يتحرك او لوين ممكن يروح، نطلع على اسعار النفط خصوصا الدبليو تي اي سي لنشوف وين ممكن نشوف هالقطاع. قطاع الاسمنت من الناحيه الثانيه بعتقد ان شاء الله مع زياده توفير اللقيم المناسب لشركات الاسمنت حنشوف في كمان ارباح اضافيه لهالقطاع، خاصه الشركات اللي عندها طاقه انتاجيه اضافيه ما عم تقدر تستفيد منها لانه ما عندها لقيم كافي. الشركات هيدي بعتقد بالقطاع هذا بتكون جيده. قطاع المصرفي شوف عالميا تراجع شوي او كان في ضغط على القطاع المصرفي، لكن ما في شك قطاع المصرفي في حال انه شفنا التحرك في قطاع البتروكيميكال وقطاع الاسمنت وبعض القطاعات الاخرى، قطاع المصرفي بيلحق لانه هو قطاع اساسي ومساند ومهيأ لانه يساهم بتطوير العجله الاقتصاديه يعني السوق السعودي اجمالا. طيب بالنسبه للنقاط الفنيه التي يجب على المستثمر ان يضعها في اعتباره في الفتره المستقبليه بالنسبه لمؤشر السوق، لو تعطينا انطباع لها لكي يستطيع المتداول ان يتابعها. 7200 بدمه مستوى قوي جدا كدعم اول، المستوى الدعم الثاني 7000، الدعم الثالث 6941 دعم قوي جدا هيدا، وما نتوقع انه ينزل اكثر، بس في حال نزل اكثر 6750 الى 6800 هذا بفتكر اقصى مستوى ممكن يوصل المؤشر في الحالات القصوى بعتقد باذن الله. بالنسبه للمستويات العليا ذكرنا مستوى ال 7560 هذا مستوى كمان بنتمنى على انه المؤشر يقدر يخترقه الاعلى لنواصل حركه تصاعديه للان، بس الان السوق عم بتحرك فعليا في اتجاه افقي مثل ما ذكرنا الاسبوع
الماضي السوق دخل في مرحلة جني أرباح إلى تصحيح خفيف، وبعتقد اللي بي يعني بي اللي بيحدد مستوى تبع وين السوق السعودي العوامل الخارجية اللي حتحصل الأسبوع هذا، كيف نتائج الشركات الأمريكية حتكون، لأنه الأسبوع القادم حيكون إعلان تقريبا فوق 183 شركة من ضمنها شركات كبرى كأبل وكاتربيلر. هذه بتوضح رؤية الاقتصاد العالمي وهل يا ترى فعلا عم بيكون في تعافي عالمي أو لا، وهذا بتخدم بعض القطاعات بالسوق خاصة قطاع البتروكيميكال كمان، فالبتروكيميكال بيعمل منيح إذا كان في تعافي اقتصادي، وطالما أسعار النفط مستوياتها معقولة كثير التكلفة تحت الطاقة للشركات ما بتكون عالية، وهذه بتساهم كمان في عجلة التعافي الاقتصادي العالمي. لو تعطينا أيضا نفس الانطباع الفني لكن على أسهم سابك والراجح تحديدا. بالنسبة لسابك، سابك الآن يعني متجه في اتجاه سهم اتجاه تنازل شوي، هي المشكلة بالبولنجر السفلي على اليومي عم نحكي، ففي شوية ضغوطات يمكن على سابك بتتحرك لما أسعار النفط إن شاء الله بتتحرك، بس في عندنا مقاومات على سابك الآن، مقاومة أولى يمكن مستوى 104 مستوى نتمنى أنه يخترقه حتى على القليل نصل في البولنجر الإيجابي لسابك على اليومي، وهذا بيحدد مسار إيجابي إلى أعلى. بالنسبة للراجحي فمستويات تقريبا المقاومة هي على 78.5 حتكون مستوى مقاومة كمان الراجحي في البولينجر السلبي الآن، ونتمنى أنه يخترقه إلى أعلى حتى ندخل على القليل في مسار تصاعدي في السهمين هدول. لكن بعض المؤشرات الأخرى بتفرجي شوية ضعف، مثلا السيولة عم تتراجع، الماني فلو إندكس عم بشوف فيه تراجعات، والمتوسطات المتحركة كمان عم بشوف فيها انحدارات إلى أدنى، فعم بيكون في هدوء شوي بهالسهمين هدول. بنشوف البرايس أوسليتر تبع مستوى 20-50-50-100 و50-200 كلياتهم صاروا عم بنحدروا إلى أسفل بالنسبة لسهم الراجحي، فبالتالي عم بيصير في هدوء بعتقد في السهم للفترة القادمة. نعم. أنا أشكرك جزيل الشكر السيد يوسف قسنطيني مدير إدارة البحوث والمشورة في الإنما للاستثمار على هذه